بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، سيد الباشا، سيد رئيس جماعة عبو الكحل، سيد رشيد مزيان، إخوان سي بوعلام المدير ماراثون على مستوى فيكيك، السلام عليكم إخواني الأبطال، أخواتي المشاركات والمشاركين، كنرحبوا بكم هذا اليوم التاريخي الرياضي والتاريخي بواحد فيكيك. ونتمنى ان شاء الله هذا الماراثون اللي كيعرف النسخه الاولى ديالو ينجح، والحمد لله راه مكتوب له النجاح ان شاء الله بقدره الله وقوته. وكنشكروا كل اللي ساهم في هذا المهرجان، سواء المساهمه ماديه او معنويه او حتى بالكلام الحلو. اذا كنشكروا السلطات المحليه اللي وقفت مع السيد المنظمين، مع الساده المنظمين، كذلك نحن كجماعة لا نبخل بأي مساهمة، وإن شاء الله هذه النسخة الأولى ستكون فقط تجربة. إن شاء الله نتمنى النسخة الثانية وما بعدها تكون أفضل وأفضل، ونتمنى التوفيق للجميع، وشكرا للجميع. تبارك الله عليك. شكرا سيد الرئيس، حنا بدورنا نشكركم بخصوص الثقة اللي وضعتوها فينا، وهذه هي اصعب حاجه ان الانسان يثق فيك ويعطيك هذه الفرصه باش تفتح الموسم الرياضي الجديد ديال السباقات على الطريق والماراثون بالمملكه المغربيه، ويكون اول سباق اوفيسيال في مدينه فيكيك. سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، سيد باشا، سيد رئيس جماعه فيكيك، اخوه الحاضرين، سيد المدير، سي بالنسبه ل حنا كنفتخروا بزاف لان هذا الماراثون اللي كيشاركوا فيه هاد المشاركين والمشاركات انه كيتزامن احتفالات الشعب المغربي ذكرى المسيره الخضراء المظفره ذكرى 46، وهذا الحمد لله فخر لنا جميع. وهذه البدايه ان شاء الله تكون بدايه موفقه كما شار السيد رئيس جماعه فيكيك، وان شاء الله حنا كجماعه عبو الكحل معاكم كذلك، وما غاديش ندخلوا كذلك دورنا باي حاجه قدينا نعاونوا بها قدينا نساهموا بها. احنا راه الاشاره نشكروا كذلك الاخ بوعلام بالخصوص لانه هو اللي هيئ لهذا الماراثون، وكان في اتصال وكان في تنسيق مع جميع المتدخلين سواء في عبو الكحل ولا في فيكيك. نشكروا السلطه المحليه في شخص السيد الباشا اللي دائما الصراحه اليد ديالها ممدوده للجميع، وكنتمنوا له ان شاء الله حياه ان شاء الله موفقه ان شاء الله، ولما ان شاء الله الترقيه في الدرجه ان شاء الله باذن الله، ونتمنوا الخير للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سيدي باشا من فضلك جوج كلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا جيت سعيد في هذه المناسبه هذه، لانه هذه كانت فكره ديال واحد مجموعه ديال الاخوان الغيور على المدينه ديال فيكيك من اجل تنظيم هذا السباق هذا، والحمد لله انه كيتحقق هذه السنه هذه رغم الظروف الصعبه اللي كتمر منها البلاد المتعلقه بالجائحه ديال كوفيد، اللي كنتمنى ان شاء الله انه نتجاوزوها. كنشكر اللجنه المنظمه اللي سهرت على تنظيم ديال هذا السباق على الطريق. اتوجه بالترحاب لجميع المشاركين والمشاركات، وكنرحبوا بهم في المدينه ديال فيكيك، وكنتمنى ان شاء الله بانه هذه النسخه الاولى من هذا السباق تبعها نسخ ان شاء الله في المستقبل اللي غادي لما لا انه نطوروا هذا السباق هذا الماراثون الفعلي بالمسافه ديالو المتعارف عليها الصعيد الدولي، واللي غتعطي ان شاء الله واحد الاشعاع اضافي لواحد ديال فيكيك على المستوى الرياضي وعلى المستوى السياحي. مره اخرى اتمنى المقام سعيد لجميع الحاضرين، وحظ سعيد وشكرا. انا شخصيا تشجعت لان كان عندي اول لقاء مع السيد الباشا ديال عام ونص، وقال لي راه خصنا ننظموا السباق ديال فيكيك بمعايير دوليه، هذا كان برومي ديبار. ولكن الان غتجي الفكره ديال العائله ديال كدا، سي بوعلام عبد المشكور السيد الرئيس ديال الماراثون ومول الفكره ديال الماراثون فيكيك. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا الاخوان الحاضرون السيد الباشا المحترم ورؤساء الجامعات الحضريه بفيكيك والقرويه عبو الكحل، الاخ البطل ديال فيكيك ان شاء الله السي رشيد اللي شجعنا بزاف، والاخوان الحاضرون وجميع الضيوف الكرام، الاخوان الضيوف من الدول الحليفه او الصديقه المملكه العربيه السعوديه جزر المالديف اللي حاضرين معنا، وتحيه طيبه
هو اللي كنتمنوا لكم واحد اقامه جيده، واللي كان يعني بصراحه الاخوان قالوا ما فيه الكفايه وما يخص الماراثون اللي كنطلبوا من الاخوان ان شاء الله غادي يعني غادي نعتبروكم منذ الان سفراء ديال فيكيك في المدن اللي كتعيشوا فيها، وفي وسفراء ديال فيكيك حتى في الانشطه اللي كتقوموا بها الرياضيه وفي جميع مدن اللي ربما غتجوا فيها ان شاء الله. وكنتمنى لكم اقامه سعيده، وكنتمنى لكم ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله غادي يكون ماراثون بطبيعه الحال السنه الجايه باش تجيبوا شويه الوقت باش نفرحوا بكم ونعتبروكم ناس من الاهل ديالنا وسط العائلات ديالنا. والسلام عليكم وشكرا. شكرا سيد الرئيس، شكرا للجميع. غنبداو ديريك ان شاء الله بتوزيع الصدريات ديال السباق. كما كتلاحظوا هناك صدريات الكترونيه، يعني ماروك التايمين حاضره معنا في فيكيك، كاين لابيش الكترونيك وكاين صدريه احترافيه لان غيكون توقيت معترف به دوليا. نبداو بالسيدات. كلثوم بوعسريه من اساززاد. كلثوم ما بغاش تدير الدوسه ديالها ولا؟ انا شتها بدا فضا. خلوش حنان بطلة المغرب العربي بتونس. البطلة خلوش حنان. قردادي فاطمة الزهراء البطلة العالمية. قردادي فاطمة الزهراء تفضل. مشكورة راه كتلاحظوا كنعطيكم واحد التوني اللي بغى يجري به غادي يدير لنا بيج ما بغاش يجري به بعدا يخبعوا لي على القهوة ولا هاد راه فيها الا الماراثون ما فيهش سبونسر تنعرف انا ما تكونش كاين صراعات ديال الاخر. مرحبا بكم. البطلة الجامعية لطيفة طلوب من ايت ملول. حياة بنينية من أكادير. البطلة المغربية من الحجب هدى أيتيو. سي محمد صدرية 25. البطلة المغربية سكينة أطنان سيدي حسن. تفضل تفضل مشكورا سيدي نائب الرئيس. سكينة أطنان بطلة جامعية. ومن مدينة فاس مدينة العلم البطلة عزيزة أمراني. مرحبا بك. فقط كلثوم ولا مازال؟ ندوزو ديريكت للعنصر الخشن للرجال لان دائما المغرب البلدان العربيه تنسبقوا السيدات. البطل العالمي العلام توفيق صدريه جوج من مدينه ازرو. مرحبا بك، كنفتخر بالوجود ديالك معنا في هنا. تفضل الاخ ديال دريش. اهلا وسهلا. هادو هما ابطال ديال المغرب في الفولي بول. شوف لهنا مصطفى الهدادي بطل المغربي. مصطفى هدادي صدريه رقم 4 في نفس الثلاثه عادي. سي هدادي مرحبا بك، شرف لينا تكون معنا. نعطيها شي حد يجي. انا
الله اكبر 14 هتجينا بتوني ياك هذاك اللي يجرى في الداخل بتوني راه هو اللي يربح سولوا واحد البطاطا زاغو يعاود مرحبا بك صافي بليزير مراد البنوري غادي غادي مرحبا اسي مراد البنوري تيفلت راه دار الركور في المغرب واحد لعب في الياشين شوفوا سي محمد الطلحاوي من مدينة الناظور العزيزة مرحبا بك السي بوبكري السكرتير جنرال ديال الماراثون ديالنا السي الطلحاوي راه عاد شحال درتي شنو ربحتي السي بماراثون اخر سيدي هذا ربح سيدي هذه واحد جوج اسابيع انا بطل سيدي 2021 سي عزيز بونيت هاي تملون اسي توفيق هاي هاي توفيق استقبال اول وقت كيجي فيه ان شاء الله سي عزيز مرحبا بك هادو ابطال جامعيين من النخبه الوطنيه ديال الجامعيين ياسين زكي ياسين زكي من بومية بن صميم مرحبا بك الحلاف الحلاف سي الحلاف تفضل اسيدي صدريا رقم سبعه الله يطلق وجهك جمعية تجمع مرحبا بك كرة القدم عاود هادي عاود هادي راه ما سمعكش مزال انت هو تيجري رقم سبعة رقم الحظ ما شاء الله جوزور مالفي عاودها جوزور مالفي البطل العالم مستر احمد شرف فروم مالديف ايسلاند فيري نايس سيتي فيري نايس بليس ويلكم يو موروكو ويلكم يو فيجي We are very happy to see you here with us. Thank you very much. We are going to get the number of 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 الاخ العمري طارق هذا حامل رقم القياسي للمملكه العربيه السعوديه نفتخر بوجودك معنا في جيك تفضل سيدي الرئيس بطل المملكه العربيه السعوديه موجود معنا ان شاء الله في جيك مرحبا ميسي راه ميسي كاين قالوا لي حتى هو من السعوديه البطل وسام الفرسي المملكه العربيه السعوديه المتحدة مرحبا بك البطل المغربي ياسين العلام فائز بعشرة كيلومتر ديال بن سليمان مرحبا بك فيكي من مدينة أزرو البطل الكبير اللي كنفتخر بالوجود ديالو معنا ومن عقلوا عليه هذه النمره 12 عقلوا عليه راه غادي يخلق لنا المفاجاه غدا ان شاء الله من الخميسات مرحبا بك سي زاغو منتصر فريق الجيش الملكي لألعاب القوى والمنتخب العسكري العالمي مرحبا بك سي محمد البطل العالمي بيبات محمد فاس العاصمة العلمية مرحبا بك اسي ادريس الواحة الفولي بول عاوتاني هزر مع الفولي ما بغاش يتصاوب البطل المهدي النهاري سيدي قاسم بن صميم المملكة المغربية صدرية رقم 14 سي محمد تفضل مرحبا سي مهدي دردور سفيان ما وصلش
باش البطل المغربي عبد المغيب طوليس من مدينة فاس. الجمعيه ديال الفولكلور المغربي هذا كنا في الديبار صحاب الغيطه هذا مع الغيطه هذا صافي البطل العالمي بكيلا بكيلا المغربي بوت مازيغين محمد من زاكورا الى فيكي والاخ الصديق مرحبا بك نتيب فيكي بين الولايات المتحده الامريكيه واحد تغلدا القناص نتيلي تما شبعتي تماريا زاكورا وهنا حوت زاكورا والحال شبعتي فرانك صلى فيك عبد الصمد اسي عبد الصمد زيد 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 خويا عليك يعايرك زيد لاعب في صفوف الواحة انا فضلاتي انس بين ديك النمره ومن الصحراء المغربيه سيدي افني تالفيقي البطل العالمي قدور سعيد مرحبا بك الصدريه رقم 19 بون كوراج شكرا انس اسي انس زيد اسي كره الطائره من مدينة مراكش أسرع وأحسن ماراثون في إفريقيا موجود في جيك مرحبا بك طبعا هذا آخر واحد انا بدوري كنشكر جميع العدائين جميع الابطال اللي تحملوا مسافه الطريق والشق والتعب الطريق ووصلوا حتى لفيكي راه نتوما سفراء ديال مدينه فيكي في العالم كله وكنوعدكم بحاجه واحده حدا الناس اللي كنحترمهم وعندي اعزاز بان السباقات اللي غنضمنها ان شاء الله غنكون عندي فيها يد لا في المكسيك ولا في العربيه السعوديه غنختار الابطال من هادو ان شاء الله الصدريه ديالكم مضمونه في مراكش داخله نتوما اللي كنعرفوا هذه الفريق باش ديال الموسم راجل وشكرا للجميع شكرا للسيد الرئيس وشكرا للسيد الباشا وحظ سعيد شكرا لكم السلام عليكم